اليوم السيد العامري أطلق مبادرة الحوار في لقائه خلال لقائه مع السيد مسعود البرزاني في أربيل، ولأن هو موجود في السليمانية. هل تسربت معلومات؟ يعني هناك حديث من خلف الكواليس يقول بأن المباحثات ربما فشلت، لم تصل إلى نتائج. معلومات لديك فيما يتعلق بنتائج الحوار بين السيد العامري والبرزاني؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ أحمد وعلى ضيوفك الكرام ومشاهدين قناتكم الموقرة أينما كانوا. بالحقيقة زيارة السيد العامري اليوم إلى أربيل ولقائه فخامة الرئيس مسعود البرزاني وأيضا الأستاذ مسرور البرزاني تأتي ضمن هذه الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لمحاولة احتواء هذه الأزمة الكبيرة المشتعلة المستعرة في الشارع العراقي، والتي يعني أفقها غير واضح بالحقيقة، ويعني العملية السياسية برمتها وأيضا السلم المجتمعي في خطر. فإذا اليوم يجب على العقلاء، عقلاء القوم، أن يتدخلوا. يعني الرئيس نيتشروان البرزاني بداية الشهر الحالي أطلق مبادرة دون شروط مسبقة، وأربيل تحتضن هذه المبادرة إن يعني لاقت تأييدا من قبل أطراف العملية السياسية، وأيضا فخامة الرئيس مسعود البرزاني، ويوم أول أمس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا جهود اليوم السيد هادي العامري تصب في هذا المجال. يعني مسألة حل البرلمان كما تفضلت الدكتورة يعني هو طريقتين. الطريقة الثانية هي لم تعد موجودة، لأن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يمتلك اليوم هذه السلطة، لأنهم فقدوا يعني هذه الميزة من خلال يعني حكومة تسيير أعمال والمدة الدستورية مضت عليهم. الطريقة الوحيدة هو أن يطالب 111 نائب من مجلس النواب بحل البرلمان ويصوت عليه بأغلبية 165 نائب. يعني هذه الطريقة الوحيدة، الجميع يشترك في هذا القاسم المشترك، الجميع يقول بأنه يجب أن يحل البرلمان وتعادل، ولكن كل جهة تنظر إلى الموضوع من زاوية خاصة. يعني التيار الصدري يريد حل البرلمان بشكل فوري، الأخوة في الإطار التنسيقي أيضا يقولون يجب أن يمر حل البرلمان وانتخاب انتخابات مبكرة من خلال الطرق القانونية والدستورية، أيضا نحن نشاطرهم في هذا الرأي. نحن اليوم الشارع بصراحة لا يحل أي مشكلة، هناك تجارب عديدة في دول الجوار التجوا إلى الشارع وبعد تضحيات كبيرة وإراقة الدماء عادوا إلى طاولة الحوار.